طيب خلينا نبدأ في ملفاتنا النهاردة، وعايز أسألك إيه اللي بيحصل في الدوري السعودي، السوق السعودي والانتقالات بالنسبة للأندية السعودية؟ الحقيقة عاملة هوس شوية في أوروبا، وعاملة نوع من أنواع توتر المدربين بشكل كبير. لسه يمكن قاري تصريح كده لبيب جارديولا بعد انتقال رياض محرز للأهلي السعودي، قال يعني هو قال باختصار الناس عايزة تعمل دوري قوي، والعرض اللي جه لرياض احنا كإدارة او كمدرب ما قدرتش اتكلم مع اللاعب لانه عرض مغري جدا وعرض كبير جدا. ايه اللي بيحصل في السعودية؟ اللي بيحصل في السعوديه هو استخدام مثالي لامكانيات باهظه، تمام؟ بس هو استخدام مثالي لامكانيات كبيره، مش امكانيات بس. يعني في امكانيات كبيره متفقين عليها، ولكن مش كل الدوريات اللي كان في وقت، مش كل البلدان اللي كان عندها في وقت من الاوقات ميزانيات ضخمه لكره القدم عارفه ان هي تجيب دلوقتي في اول تجربتها لعيبه بالمستوى ده، ولاعيبه في كل الانديه، ولاعيبه حاليا. انا كنت مع حضرتك في حلقه تقريبا من فتره، قلت لحضرتك انه مش بعيد ان السعوديه تجيب لعيبه عندها 25 برافو عليك. 26 صح سنه. صح الكلام ده حقيقي دلوقتي. روبن نيفيش 26 سنه وبيضحي بفرصه الانتقال لبرشلونه، الان سان ماكسيمان 26 سنه وبيضحي بنيوكاسل اللي هو هيبقى من القوى العظمى في اوروبا كمان سنتين ثلاثه، تشامبيونز ليج ورايح شامبيونز ليج السنه الجايه على طول. فبيختار ليه الاهلي السعودي اللي هو لو سرش عليه على الورق هيلاقي لسه طالع من دوري الدرجه الثانيه السعودي او دوري الدرجه الاولى اللي هو دوري يلو على سبيل المثال. يبقى في شيء ما في التجربه بيغري اللعيبه، انها ما بقتش بس قصه فلوس، وان كان هو الشيء الاولاني. خلينا نقول ان اللعيب اللي بيجي من اوروبا عايز يروح السعوديه مش رايح على مشروع، مش رايح على حاجه، هو رايح 100% للفلوس. بس هو جنبه بيشوف ان في استشفاء جيد طول السنين دي، في مدربين على اعلى مستوى هيخلوه لما يرجع يلعب مع منتخب بلده لو ليه استحقاق دولي مش بعيد عن الفورمه، وده ممكن يكون حسبها لعيب زي كريستيانو رونالدو في البدايه خالص. عايز اسالك على كريستيانو، هل كان في بلاننج واضح لطبعا الرياضه السعوديه وخاصه في كره القدم ان هو ده الطعم، ان كريستيانو رونالدو يكون موجود في الدوري السعودي عن طريق نادي النصر، وبالتالي دي كانت البدايه، وبعدين بدا زي ما انت بتقول كمان المدربين الموجودين اسماء كبيره، وبالتالي عمليه يعني جاذبيه الانديه السعوديه للاعبين هتكون اسهل او اقناعهم هيكون اسهل. يعني انا ما اعتقدش انها كانت خطه لجلب رونالدو، يعني انا متخيل ان الموضوع ده كان مخطط له بالذات في الوقت ده. هو كان في استغلال للحاله اللي بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو، اللي كان مؤكد ان رونالدو هيمشي، ان رونالدو دخل كاس العالم ماشي خلاص مؤكد انه ماشي، وبعدين يومين ثلاثه النادي فسخ عقده وبقى الموضوع رسمي بعد حواره الشهير مع بيرس مورجان قبل كاس العالم. ولكن ازاي تحصل خطوه ارتجاليه زي دي؟ اولا تلاقيك جاهز، تلاقيك بفلوس تعرف تديله 200 مليون يورو في السنه فيسيبه من اي عرض جاي له من اوروبا ويقرر. بس رونالدو ما اقتنعش بده بس. خلينا نقول واحد زي رونالدو ما اقتنعش بده بس، سان ماكسيما ومحرز وفيرمينو وكوليبالي اقتنعوا بالفلوس. وساديو ماني في الاخر. كل دول ممكن يكونوا اقتنعوا بالفلوس واقتنعوا بنهايه مسيرتهم، ولكن رونالدو ما اقتنعش بده بس. رونالدو اقتنع بالفلوس وبالنجوميه وبالاستشفاء، وحط تحت دي 200 خط، لان رونالدو هو طالع من مانشستر يونايتد قال ان الاجهزه بتاعه الاستشفاء اللي موجوده في مانشستر يونايتد هي نفس الاجهزه اللي انا كنت بتدرب عليها من 2004 و2005، وده شيء مهم جدا بالنسبه لواحد زي رونالدو عايز يكمل لحد 41 و42 سنه في الملاعب ويلعب كاس العالم 2026. ولما تحط رونالدو في اقل قدر من الضغوطات، هو دلوقتي مهما كانت الضغوطات ولا تيجي ماتش مانشستر يونايتد وايفرتون مثلا في الدوري الانجليزي، فهو لما بيلعب تحت ضغوطات اقل جسمه قادر اكتر، بيلعب خصوم اقل نسبيا. هدفه الرئيسي هو كل معسكر دولي لمنتخب البرتغال لمده سنتين ثلاثه، يبقى التجربه السعوديه تجربه مثمره. واحد زي رياض محرز حسبها ان اخر كاريره مش عايز هو ينزل بيه الحال ماديا لدرجه كبيره، وده حسبه منطقيه، حسبه كويسه.